رب حضرتك. نادي حمدي وجد احمد. نادي، هل في خطوات او في صعوبات قابلتك اثناء تقديم الحصول على موتوسيكل من المحافظه؟ طبعا. زي مقدمين من 2014، فروحنا عشان نسال، قال لك لا 2014 ده خلاص لازم تجيب 2015، فلفيت برضك لفه لغايه ما جبت ورق وقدمته، وبعد كده رحنا كشفنا والحمد لله. ايه الخطوات اللي انت اتخذتها عشان تقدر تاخد موتوسيكل؟ قال لك تروح تجيب بحث وتجيب فرصه مرتب وتجيب مش عارف ايه، يعني بالنسبه لموظف في المجمع. وبالنسبه للمبلغ اللي دفعته قد ايه؟ المبلغ 2300، والله ما كان معايا استلفته. قال لك لو ما دفعتش مش هتستلم. وبقى في دعم، هو ثمن الموتوسيكل 6000 اصلا مش 6300. تمام. هو في دم مدعمين 400 4000 واحنا دفعنا 2300. شكرا ان شاء الله. تعرف حضرتك سيد عبد الباسط. استاذ سيد، ازاي قدمت للحصول على موتوسيكل المتحدى الاعاقه وازاي كلموك بعدها؟ انا عرفت المسؤول الاجتماعي ورحت قدمت. رحت المسؤول الاجتماعي ورحت قدمت سليم، وعملوا لنا اجتماع في نقابه الاطباء وقالوا لنا ان الدفعه دي لازم تدفعوا فيها ال 2300 جنيه. يا أيها الناس اسعوا على قضاء حاجاتكم بعزة النفس، فإن لله عبادا اختصتهم بقضاء حوائج الناس، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. صدق الله العظيم على لسان رسولنا الكريم. معالي الوزير المحافظ دكتور جلال سعيد، السادة النواب الكرام، نواب معالي الوزير المحافظ، جمعية رسالة المحترمة المساهمة معنا في هذا الحفل الكريم، الأستاذ عز فارغ رئيس وكيل وزارة التضامن، أستاذ سلامة سعد، السادة الأفاضل الحضور، لجنة مصر للعطاء بنقابة الأطباء بتشرف اليوم ما تكون أحد المساهمين في دعم أهلنا ومواطنينا من محافظة القاهرة، ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقة بنعتبرهم مثل لتحدي احتياجاتهم الخاصة ومثل لكل مواطن قادر على تسديد عقباته ليكون فرد منتج في المجتمع. لجنة مصر العطاء بتشرف ان هي تساهم في دعم مواطنينا واهلنا بمبلغ في تسديد 48 دراجة بخارية. الحقيقة كل الشكر للسيد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، إن هو بيتبنى وبيعودنا دايما على الحضور في هذه المناسبات الجليلة كرمز وداعم لكل منظمات المجتمع المدني إن هي تسعى لتحقيق تطلبات المواطن المصري البسيط المحتاج للمساعدة. كان شرفنا في نقابة الأطباء العام الماضي بتشريف الدكتور جلال السعيد وفي تسليم أكثر من 30 دراجة، النهاردة في العام التالي بيزيدوا 48 دراجة، بنأمل السنة القادمة إن شاء الله إن هم يزيدوا فوق 100. لجنة مصر العطاء هي لجنة بكل أنشطتها موجهة للمواطن المصري البسيط المحتاج، مواردها ناتجة من تبرعات الشعب المصري. رسالة دايما بنحملها لكل حضورنا في المناسبات ان هم يوجهوا كل مصري محتاج للجنة، نشتغل في جميع المساعدات الطبية بدون اي توجهات سوى المساعدة فقط للمريض المحتاج. فلجنة مصر العطاء في نقابة الأطباء مفتوحة لكل المواطنين المحتاجين. القاهرة ويقوم بتسليم أوراق الدرجات النارية والدرجات نفسها السيد الدكتور محافظ القاهرة. أول اسم الأستاذ هيثم أحمد عبد الظاهر أحمد من إدارة رود الفرج، فليتفضل مشكورا. طب لو سمحت اللي يسمع اسمه بس اللي هيجي لي عشان خاطر هيثم احمد عبد الظاهر احمد من اداره رود الفرج. طيب مش موجود. الاستاذ محمود محمد احمد ابراهيم من اداره رود الفرج. اتفضل. هيثم احمد عبد الظاهر.
هيثم احمد عبد الصاير موجود. Thank you.